لما بنت عندها 20 سنة في قمة شبابها وحيويتها وطاقتها، جميلة ممشوقة بيضة عينيها ملونة تلفت نظر أي حد يشوفها، فجأة تقرر إن هي تتجوز واحد عنده أكتر من 70 سنة وياخدها لغاية بيته، تفتكروا إيه اللي ممكن يحصل في اللحظة دي؟ حلقة جديدة من المحاكمة، أهلا بيكم. أصدقائي المحاكمة المحترمين، أتمنى عمل لايك وشير للحلقة دي، وأصدقائنا اللي بيشوفونا لأول مرة أتمنى الاشتراك في القناة علشان يجيلك إشعار بكل حلقاتنا اليومية. برنامج المحاكمة في استعراض لحلقة جديدة بيستعرض قصة غريبة شوية، قصة كانت بدايتها غريبة ونهايتها كانت الأغرب. بتبتدي فصول القصة في بيت فقير جدا، بيت معدم، أب وأم على قد حالهم، خلفوا 3-4 ولاد، كانت الكبيرة فيهم بنت فلتة المنطقة، بنت اتولدت ليها قدر من الجمال يعني ما راحش لأي حد في المنطقة دي، بنت كانت بيضة وكانت طويلة وشعرها اسود وعينيها ملونة وكانت ملفتة جدا لأي حد بيشوفها، ورغم كده رفضت عريس واثنين وثلاثة واربعة من اول ما وصل سنها 16-17 سنة، وراحت اشتغلت بياعة في سلسلة محلات. فجأة البنت اللي رفضت شاب واثنين وثلاثة واربعة قدام حيرة غريبة جدا من كل الشباب واهالي الشباب اللي موجودين في المنطقة دي، فجأة بيعلن زواجها من راجل عنده اكتر من 70 سنة، ضئيل الجسد، شكله مش حلو قوي، راجل كان اكتر حاجة مميزة فيه فكرة انه غني غنى مش طبيعي، ساري ثراء كبير جدا، عنده اراضي وعنده استثمارات. الراجل ده كان كثير الزيجات، بتجوز مرة واثنين وثلاثة واربعة، لغاية ما بالصدفة كان داخل محل من المحلات اللي البنت دي كانت واقفة فيها بتشتغل، شافها اتقرب ليها، هي عرفت ان هو مين ووضعه المادي شكله ايه، وفجأة بتقرر انها تقبل العرض بتاعه في الجواز منها. بنت 20 سنة الجميلة الفاتنة اللي الكل بيطاردها بتسيب كل الشباب اللي حواليها وبتروح تتجوز واحد قد جدها. طيب ليه؟ لانه الراجل مجرد ما تجوزها اشترى لها فيلا خاصة بيها، وجاب لها طقم من الخدم، ارصدة في البنوك زي ما تقول قول، سيارة فارهة بسواق، كل ده علشان يشتري طلتها، علشان يشتري الأيقونة دي أو النموذج الجميل ده ويشوفه قدامه. البنت اللي راحت مع الراجل ده ما كانتش زوجة، بالعكس ده كانت ممرضة أكتر منها زوجة، ضحت بجمالها وباعت نفسها علشان تشتري المال وتشتري الفلوس ليها والأهلها علشان تهرب من الفقر الفظيع اللي هي اتولدت فيه. اشتغلت ممرضة للراجل ده فترة لا تتعدى سنة ونص، خلال السنة ونص الراجل بدأت تتدهور صحته بشكل كبير جدا، طبعا لا ممارسات جسدية لا علاقة زوجية. تخيلوا لما بنت عندها 20 سنة في قمة الجمال ده تنام جنب راجل عنده أكتر من 70 سنة، ممكن نقول ان سن 70 في ناس صحتها كويسة وتقدر تتجوز، ولكن الراجل ده كان بيستوطن جسده عدد كبير جدا من الامراض بيمنعه تماما انه ممكن يكون زوج سوي ولو يعني بنسبة 5-6%. بعد حوالي سنة ونص من الجواز اللي مع ايقاف التنفيذ، البنت اتنعمت بالفلوس، نعمت بالثروة وبالخدم وبالعربيات وبالسفريات، اخدت فلوس غرقت اهلها وانتشلتهم من الفقر، وبتصبح ارملة لان الراجل ده بيتوفي. بعد الراجل ده ما بيموت البنت
بتورث فلوس كتير جدا. وهنا بتبتدي مرحلة جديدة وفصل جديد في رواية حياتها، بتبتدي تقول أعيش بقى، أشوف اللي أنا كنت بحلم بيه، فتى أحلامي أنا أقدر أشتريه دلوقت، زي ما أنا ما اتشريت بالفلوس أقدر أشتري فتى أحلامي وأشتري سعادتي زي ما أنا عايزها. بتتعرف في مكان عام على شاب بيلفت نظرها من أول ما بتشوفه. الشاب ده كان زي ما هي بتتخيل في أحلامها، طويل، شكله حلو، ابتسامته حلوة. كانت بتحلم دايما بشاب شكله كده، بالإضافة لأنه دمه خفيف ولطيف ومكافح ومثقف. الشاب ده بالفعل كان مخلص كلية هندسة بقاله كام سنة وبيشتغل مهندس لسه، يعني بيبتدي حياته، وكان بيحضر الماجستير والدكتوراه وكان مجتهد جدا. بتتعرف عليه وبيدخل حياتها، هي اللي كانت بتتقرب ليه وبتطرده بطريقتها الأنثوية وبحيالها، لغاية ما بيسقط في شباكها وبيتجوزه، بتغرقه سعادة. هو كمان بيشوف فيها نموذج البنت المكافحة اللي ضحت والجميلة. طبعا الجمال شيء لطيف جدا لما بيتواجد الشخصية، المال. بعد فترة صغيرة من السعادة الراجل خلاص قرب يناقش الدكتوراه، البنت عايشة مبسوطة جدا في البيت، فلوس ونعيم وسعادة. فجأة بيقع في ايديها مقطع فيديو، كان مقطع الفيديو ده الباشا قاعد في الكوشة عريس وجنبيه واحدة تانية. بتشوف البنت مقطع الفيديو ده بتتجنن، عايزة تمسكه تقطعه، عايزة تمسكه وتنتقم منه. انا يتغدر بيا، انا من بعد ما اشتريك ومن بعد ما اعمل لك ده كله تروح تسيبني وتتجوز واحدة تانية؟ ما فكرتش من بعد ما الانتقام اتمكن منها ان هي تصارحه او تواجهه او تواجه اهله، كل اللي تصمر في دماغها طبعا من درجة تعليمها المحدودة الى حد كبير، نشأتها اللي كانت كلها صراعات ومشاكل في منطقة فقيرة جدا وفي اسرة فقيرة جدا، غير الانتقام، ان هي تقضي على الراجل ده، لا تنفعني يا عم ولا تنفع غيري. بتروح لبنت كانت تعرفها في المنطقة اللي هي نشأت فيها وبتقول لها انا عايزة مخدرات. عايزة ايه؟ انت مش جوزك بيبيع مخدرات؟ انا عايزة مخدرات. وراحت طبعا دفعت فلوس كتير قوي واخدت منها مخدر هيروين، وبدأت كل يوم الصبح اول ما الراجل ده يصحى من النوم يفطر وياخد قهوته تحط له كمية مخدر في القهوة. حاله تبدل، بدأ يضعف، جسده بدأ يبقى ضعيف، ساب طبعا الدراسة وساب الدكتوراه وساب كل حاجة، وبدأ الشاب ده ينام في البيت طول النهار. أمه شافته يعني بيضعف وبيصفر لونه هزيل جدا، أخدته طبعا وراحت لدكتور علشان التحاليل اللي أجراها تبين الكارثة، إن الراجل ده فيه في جسمه نسبة هيروين عالية جدا. طبعا الشاب ده بيتجنن وبيقول أنا عمري ما شربت سجارة، أنا عمري ما شربت حاجة من دي، إيه اللي حصل؟ مش عارف. بيروح لمعمل تاني بيأكد المسألة، فبيبتدي يسترجع يومه وبرنامج يومه، بيشرب فين، بياكل فين، لغاية ما في لحظة معينة بيشك في موضوع القهوة، بياخد كمية من القهوة دي وبيروح يحللها من ورا الزوجة طبعا، وبيكتشف ان القهوة دي هي اللي فيها هيروين. بيستنى تاني يوم وبيراقب البنت وبيكتشف ان البنت دي هي اللي بتحط له القهوة. بيواجهها في مشهد صعب جدا ومشهد قاسي جدا، فبتواجهه بالفيديو اللي فيه فرح وكوشة وعروسة. طبعا بيتجنن عليها، بيقول لها حرام عليكي، ظلمتيني، الموضوع ده من بعد ما خلصت كليتي فورا، وكانت بضغط من امي، وامي اللي كانت عايزاني اتجوز، دي جوازة ما تمتش، دي مجرد كانت حفلة، واختلفنا بعد كده والبنت راحت لحالها، انا ما اتجوزتهاش اساسا، ومرضتش اصرحك بالمسألة دي علشان ما اجرحكيش وما اجرحش مشاعرك وتحس ان في واحدة تانية في حياتي وتبتدي تغيري من الماضي اللي كان عندي، انا حافظت عليكي وعلى مشاعرك وانتي دمرتيني. بينفصلوا طبعا بعدها، والبنت بتخسر الشاب الكويس المحترم اللي حبها وقدرها، وكان هو
فتى أحلامها لمجرد التسرع والوهم والرغبة في الانتقام. قصة صعبة جدا. رابط المصدر موجود في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو. يا رب نتعلم حاجة وما نتسرعش في الحكم على الآخرين، ولو عرفنا معلومة تدين الآخر ياريت نواجه أو نتحقق بطريقة اتنين وتلاتة عشان ما نلاقيش نفسنا في لحظة من اللحظات زي الست دي ونندم ندم شديد جدا من بعد ما نخسر كل حاجة. أشكركم على طيب المتابعة، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من حلقات المحاكمة. كل عام وحضراتكم بخير.